احنا مارسنا العملية الانتخابية لأكثر من 4 مواسم، نطلع كل الملفات والخطط السابقة، ما واجهنا من تحديات، سلبيات، إخفاقات، إيجابيات، نبدأ بعملية إعادة يعني قراءتها. الخطة الأمنية يعني أنا أقترح تبدأ على مستوى أن قائد الشرطة في المحافظة يجمع الاستخبارات، يجمع كل مدراء قوى الأمن الداخلي، نبدأ بصناعة الخطة الشمولية المتكاملة. راح يشاركون أيضا أجانب، راح تشترك القوى الجوية، جائز يساعدون التحالف أيضا يشاركون في هذه العملية. أنا ما أريد أطول لأن راح ألتقي أنا بالقادة بعد قليل، بس اللي أرجوه أن الكل تشترك، مو بس القادة وإنما كل ضباطنا يشتركون بالعملية الانتخابية، بالمحافظة على العملية الانتخابية. مثل ما تفضل السيد الوزير، احنا ما لنا علاقة لا نروج لكل يعني مرشح.